لقد كان نزول القرآن الكريم منطلقاً للرشد العقلي ودعوةً للتفكر والتدبر ليكون بذلك منهاج حياة، فنزل القرآن الكريم معجزاً في كل شيء، معيناً لفصاحةٍ وبلاغةٍ لم تعهدها العرب. فحيثما مررت بآيةٍ من آيات القرآن وجدت دعوةً للتفكر والتدبر وإحكام العقل، بل إن مناط التكليف في الدين كان العقل، بالقدر الذي جاء معه القرآن الكريم معاتباً لأولئك الذين ركنوا لما ألفوا عليه آباءهم. كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس ولشعب مصر الأبي الكريم ولعالمنا العربي والإسلامي شعوباً وقادة بأجمل التهاني وأخلص الأماني بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نوراً يهدي به الله من يشاء من عباده ويخرجهم به من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. وصف الله تعالى هذا القرآن بأنه الكتاب الحكيم، وأنه الكتاب المبين، وأنه الحق، وأنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى ورحمة، وأنه لا ريب فيه، وأنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزله الله بالحق والميزان ليحكم بين الناس، إلى صفات أخرى كثيرة من صفات الجلال والجمال والكمال قدمت هذا الكتاب الكريم للناس وأغرتهم بتلاوة ألفاظه وتدبر معانيه، وكيف لا والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومبلغه هو أفصح الناس وأبلغهم وأعلمهم بمرامي كلامه وأسرار فصاحته وبيانه. الحفل الكريم، لعل الأحداث القاسية التي نعيشها صباح مساء تثبت دون أدنى ريب أن الإنسانية لم تكن في عصر من عصورها بحاجة إلى هدي القرآن الكريم وهدي أمثاله من الكتب المنزلة بمثل ما هي عليه اليوم، فقد أصبح واضحاً أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة وراح يخبط خبط عشواء بلا عقل ولا حكمة ولا قانون دولي، وبات يندفع بلا كوابح نحو هاوية لا يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، وأننا بعد عقود من علاقات الحوار الحضاري بين الأمم والشعوب استبدلنا بها وعلى نحو متسارع غريب علاقات الصدام والصراع، وسرعان ما تحول هذا الوضع البائس أيضاً إلى علاقات صراع مسلح تطور أخيراً إلى صورة بالغة الغرابة والشذوذ في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة. أبطال هذه الصورة
قادة سياسيون وعسكريون من ذوي القلوب الغليظة التي نزع الله الرحمة من جميع أقطارها، يقودون فيها جيشاً مدججاً بأحدث ما تقذف به مصانع أوروبا وأمريكا من أسلحة القتل والدمار الشامل، ويواجهون به شعباً مدنياً أعزل لا يدري ما القتل ولا القتال، وليس له عهد من قبل بسفك الدماء ولا بمرأى جثث الأطفال والنساء والرجال والمرضى وهي ملقاة على قوارع الطرقات أو مغيبة تحت أنقاض ومبان مهدمة في الأزقة والحواري. وكل ما يعرفه شعب غزة البريء الفقير المحاصر هو أن أقداره شاءت أن يلقى ربه شهيداً، أن يلقى ربه شهيداً وشاهداً على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية من طغاة القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد، والذي بشرونا بأنه قرن العلم والتقدم والرقي وقرن الأخلاق الإنسانية وقرن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغير ذلك من الأكاذيب والأباطيل التي انطلت على كثيرين منا وحسبوها حقائق ثابتة من حقائق الأذهان والأعيان، فإذا هي اليوم وكما يقول القرآن الكريم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وثالثة الأثافي أن المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية وفي مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من المنظمات التي تتعهد موادها الأولى في قوانينها ومواثيقها بحفظ السلام والأمن الدوليين ومبدأ المساواة بين الدول الأعضاء وتحريم استخدام القوة بل تحريم مجرد التهديد بها في العلاقات الدولية والامتناع التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هذه المؤسسات تقف اليوم عاجزة بل مسلولة شللاً رباعياً أقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه، ولطالما غلبت على أمرها وعلى إرادتها وقراراتها التي تحظى بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بعدما تجهضها تدخلات سافرة من قوى مستبدة مدربة على كتمان الحق حيناً وإلباسه ثوب الباطل حيناً آخر والغطرسة والجفوة والعجرفة أحياناً كثيرة. والأدهى من ذلك والأشد مرارة أن تدخل القوى الكبرى شريكاً داعماً بماله الوفير وأسلحته الفتاكة لقوة غاشمة وهي تعلم علم اليقين أنها ستسحق به الضعفاء والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال والمرضى وأنهم يجيعونهم ويحيطونهم بضغوط لا قبل لهم بها حتى إذا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم وهاموا على وجوههم في الطرقات صبوا فوق رؤوسهم من عذاب الجحيم ما سيكتبه التاريخ دماً ودموعاً في أسود صفحاته وأحلكها ظلماً وظلاماً. الحفل الكريم، إن حالة التنازع والتفرق التي درج عليها أبناء أمتنا العربية منذ أمد بعيد قد أصابت الجميع بما يشبه حالة فقدان التوازن وهو يتصدى لعظائم الأمور وأعجزته عن مواجهة أزماتهم المتلاحقة مواجهة دقيقة. ومن يدقق النظر في خارطة وطننا العربي والإسلام والإسلامي
يأسى كثيراً وطويلاً لما آل إليه الحال في فلسطين وغيرها من دول عزيزة على قلوبنا، لكنه سرعان ما يخلص إلى يقين لا يقبل النقيض، هو أننا لن نستعيد قدرتنا على النهوض والتقدم ومواجهة أزماتنا مواجهة مسؤولة إلا بتحقيق وحدة العرب وتطبيق سياسة التكامل الاقتصادي وتغليب المصالح العامة والاتفاق على رؤى مستقبلية وخطط مشتركة مدروسة وقابلة للتنفيذ. وينبغي أن نتنبه إلى أن تعاملنا مع قضية فلسطين والقدس الشريف لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات بشرية وطبيعية هائلة ومن قوة ومن طاقات جبارة لا تنفد ومن عقول خلاقة في كل ميادين الحياة المعاصرة العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقبل كل ذلك من إيمان راسخ بالله تعالى وثقة لا تهتز في رحمته بالضعفاء والمستضعفين، وأنه بالمرصاد للجبارين والمتكبرين، وأنه ليس بغافل عنهم، وأنه يمهلهم ويمد لهم حتى إذا ما أخذهم فإنه لا يفلتهم. ويقيني أيها السادة الأفاضل أن ما تعج به منطقتنا اليوم من مآس وآلام وأحزان ومشاعر سوداء يجب أن يمثل نقطة تحول حاسم بين عهد مضى وعهد جديد تأخذ فيه الأمة العربية والإسلامية بأسباب القوة والمنعة المدعومة بالإيمان بالله تعالى وبقيم الإسلام والأديان الإلهية، وذلك كيما تستحق مكانتها اللائقة بتاريخها وحضارتها. ولا أسأم من تكرار ما سمعتموه كثيراً من أن الخطوة الأولى الصحيحة على هذا الطريق هي قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومعنى فتفشلوا أي تجبنوا، ومعنى وتذهب ريحكم أي تخور قواكم وتذهب دولكم وتبيد حضاراتكم. وأختم برجاء أتوجه به إلى سادتنا علماء الأمة، هو أن ينهضوا في غير إبطاء لتحقيق وحدة علمائية تجمع رموز الإسلام من سنة وشيعة وإباضية وغيرهم ممن هم من أهل القبلة يجتمعون بقلوبهم ومشاعرهم قبل عقولهم وعلومهم، ويجلسون على مائدة واحدة لوضع حدود فاصلة بين ما يجب الاتفاق عليه وما يصح الاختلاف فيه، وأن نقتدي في اختلافاتنا باختلاف الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ذلكم الاختلاف الذي أثرى العلوم الإسلامية وحولها إلى معين لا ينضب من اليسر واللطف والرحمة، وأن نوصد الباب في وجه اختلافاتنا المعاصرة التي أورثتنا الكثير من الشقاق والنزاع والضغائن والأحقاد، وقدمتنا لقمة سائغة للأعداء والمتربصين. وإني لعلى ثقة من أن اتفاق علماء الأمة سوف يثمر بالضرورة اتفاق قادتها، وسوف يدفعهم إلى تحقيق المصالح القطرية في إطار المصلحة العربية والإسلامية، وهم قادرون على ذلك بفضل الله تعالى وعونه. شكراً سيادة الرئيس، وتهنئةً من الأزهر الشريف بتوليكم المسؤولية لفترةٍ رئاسيةٍ جديدة، ودعاء من الأعماق بالتوفيق والسداد والرشاد في كل جهد تبذلونه من أجل رفعة شعب مصر الطيب الأصيل.